الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته ومجاهم إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، نبينا محمد، أستاذنا محمد، صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، 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 صلى الله عليه وسلم. أحبائي، أحباء قناة اعرف دينك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله عز وجل لي ولكم المغفرة والرضوان والعفو والرحمات، اللهم أمين. كتير منا بيقول يا ربي لما أجي أزور المريض أزوره إزاي؟ يعني أعمل إيه؟ السلام عليكم، ألف سلام، أعمل حج وأمشي على طول؟ لا، في آداب أعمل حج. أول حاجة من آداب عيادة المريض أو كيفية عيادة المريض إنك تختار الوقت المناسب. يعني ما تختارش في وقت إن هو يشق على المريض. خلي بالك ان المريض دوت برضك معاه ناس، الناس ديت برضك عايز تستريح، معاه مرافق، تمام؟ انا ما تروحش في وقت القيلوله، يعني خليك كده في اداب 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 الزياره العاديه، تمام؟ الامر الثاني ان انت اول ما تدخل عليه تقول له لا باس طهور ان شاء الله. لما ثبت عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على اعرابي يعوده فقال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل على من يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله. الأمر الثالث يسأله عن حاله تأنيسا له. إيه حبيبي عامل إيه النهاردة؟ مش عارف إيه ده، أنت زي الفل والدنيا زي التمام. ده يا عم ولا يهمك يا عم، ده أنت بومب، ده أنت صحتك تهدي جبل ما شاء الله، تمام؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على رجل شاب وهو في الموت وقال كيف تجدك؟ أنت عامل إيه؟ قال أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وآمنه مما يخاف. النبي طمنه صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع إنك تحط إيده عليه على مكان الوجع عما تيجي تسأل عنه. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ليه تحط ايدك عليه كده؟ لان ايدك كده يا سبحان الملك ممكن ترقيه، تقول له بسم الله الرحمن الرحيم، تقول له سوره الفاتحه، ترقيه بالمعوذتين الى غير ذلك. ممكن تكون انت عارف العله بتاعته، فلما تحط ايدك كده عليه يعني ممكن يكون عندك خبره في هذا الامر الى غير ذلك من هذه الامور. ليه؟ لان سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله، قام حط ايده عليه كده، قال له ياه ده انت حراره عاليه قوي يا رسول الله، انك لتوعك وعكا شديدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني اوعك كمثل ما يوعك رجلان منكم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وعن سعد بن ابي وقاص قال تشكيت بمكه، يعني كنت عيان في مكه شكوى شديده، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، الى غير ذلك من الحديث. ثم وضع يده صلى الله عليه وسلم على جبهتي، أي على جبهة سيدنا سعد، ثم مسح يده على وجهي وبطني، ثم قال اللهم اشف سعدا. ده طبعا مع الناس اللي تجوز ليك اللي انت تحط ايدك عليهم، يعني الرجالة صليت او المحارم صلى الله عليه وسلم، يعني الواحد كده مش سايبة كده وخلاص. برضك من اداب الزيارة انك ترقيه. ولينا الدرس الجاي ان شاء الله او الدرس اللي بعديه هنتكلم عن ايه هي الرقية المشروعة للمريض حتى يشفى المريض بإذن الله سبحانه وتعالى. لما تدخل برضك على المريض تثني على أعماله الصالحة. ناس تدخل تقول شوف من أعمالك، خلي ربنا يخلص، ربنا يخلص، الله يخلص عليكم انتوا، ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. لا، أول ما تدخل عليه تقول الله انت راجل صالح، ان شاء الله ربنا يجبر بخاطرك زي ما انت جبرت ياما بخاطر الناس، ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يقومك بالسلامه، لان انت ياما عملت خير كتير. ولذلك سيدنا عبد الله بن عباس لما اطعن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال له يا عمر صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحسنت صحبته، ثم فارقت رسول الله وهو عنك راض، ثم صحبت ابا بكر فاحسنت صحبته ثم فارقك، اي ابو بكر وهو عنك راض، ثم صحبت المسلمين فاحسنت صحبتهم، ثم ولئن فارقتهم اي الان لتفارقنهم وهم عنك راضون يا عمر صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمرو بن العاص لما حضرته الوفاه اخذ يلتفت بوجهه الى الجدار ويبكي بكاء شديدا، فدخل عليه سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص وقال يا ابتاه
أما بشرك رسول الله بكذا، أما بشرك رسول الله بكذا، أما بشرك رسول الله بكذا صلى الله عليه وسلم. ولما السيدة عائشة اشتكت فجاء عبد الله بن عباس إليها وهي في مرض، فهي في الاحتضار، قال يا أم المؤمنين تقدمين على فرط، الفرط الناس اللي سبقونا، على فرط صدق، يعني ناس صادقين سبقونا إلى الموت، رسول الله وأبو بكر. الله، يبقى إذا تبشروا بالخير. الأمر اللي بعد كده برضك من أداب الزيارة إنك ما تقولوش كل دي، طب كل بس شوية، طب كل مش عارف إيه، وبالذات الناس اللي هم في العناية المركزة أو الناس اللي هم في الإنعاش أو الناس اللي مش عارفة، ليه؟ ما تخصبهمش على الأكل، بتقولش هياكلوا إزاي دول، خلي الكلام ده للطبيب، لكن أنت ما تشيلش همه في الأكل والشرب، تمام؟ إلا بأمر الطبيب. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم، ما تكرهوش على الطعام. الأدب اللي بعد كده إنك ترفق به وإن هو يتحمل، يتحمل الصبر وتصيب الصبر وتصيب الشكر وتصيب الرضا بما هو فيه، وتذكره بالتوبة وإن هو يرد المظالم وإن هو يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى وإن هو يرد المظالم إلى أهلها وإن هو يحسن الخاتمة وإن هو يكتب وصيته إلى غير ذلك إن وجدت أن المريض بالفعل في آخر أيام حياته. دية عم الحج كيفية عيادة المريض أو آداب زيارة المريض عشان نلتزم بيها. وصلي اللهم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.